فقط جنيهان ونصف الجنيه تمكنك من استخدام الإنترنت ومشاهدة بعض المواد الترفيهية خلال المدة التي تستغرقها رحلتك. إنه المينيباص الذكي الذي تراه محافظة القاهرة حلاً ولو جزئياً لأزمة المرور ووسيلة للتخفيف عن الراكب. المحطة القادمة مدرسة الراعي صالح. الواي فاي شغال وكل هي بتنده لكل محطة، دوران شبرا، محطة مسرة، محطة جلاء، كوبري جلاء، المحطات اللي هي الرسمية بتاعتنا. والحمد لله رضا، ما فيش أي مشاكل، يعني العربيات نظيفة، وياريت نستمر كده بهذا الحال يبقى أفضل يعني وأحسن. نظيف وكويس ومستوى راقي، وياريت بيت المصرف كلها تبقى كده. راحة إن كل واحد يبقى قاعد على كرسي مش كله مزنق في بعض. في ناس بتعمل طبعا شغلها، ده هيسهل لهم كتير طبعا، اللي هو بدل ما يضيع وقته بتاع ممكن هو قاعد يقدر يشوف شغله. تطوير أسطول النقل العام مع الحفاظ على التعريفة الاقتصادية للمواطن البسيط، هذا ما بدأ من أجله تسيير 25 مينيباصا ذكيا تحت إشراف هيئة النقل العام كخطوة أولى مبدئية نحو التطوير. هو احنا المفروض متعادين مع 6 خطوط يبقى فيهم الخدمة دي. ابتدينا بخطين، الخطين في خط من المظلات للمطار وفي خط من الدوران للمطار. في وقت قريب هيبقى خدمتنا مميزة وخدمتنا رابطة الجمهورية كلها، وهنهتم قوي بالمدن الجديدة. احنا متابعتنا للبداية المحطة في مواعيدها ونهاية المحطة التانية في مواعيدها عشان نطبق الحتة ايه اللي بدأ امتى وانتهى امتى، وعدد العربيات المقررة. يعني احنا عندنا مثلا 10 عربيات في خط معين في الشركة دي، لازم 10 عربيات واحنا بنتابع انه لازم 10 يكونوا شغالين. تباينت الاراء واختلفت أهواء الشارع القاهري تجاه المينيباص الذكي، ما بين مؤيد من ناحية ومعارض يرى أن توفير مواصلات جيدة للمواطنين أولى من التفكير في الرفاهية لسكان العاصمة. محمد سلامة، هنا العاصمة.